اخواننا. ليبيا في خطر، ليبيا بياخذوها منكم الاخوان، بياخذوها منكم جماعة تنظيم القاعدة. يا اخواننا الليبيين، يا ابناء ليبيا، اطلعوا للميدان. ليبيا تناديكم، ليبيا تستغيث، ليبيا الان تبي تصحيح الثورة حقيقة نحو المخانب اللي مش تقيين الله. هذولا ما همش مؤمنين، هذولا جونا اعرف من الطاغوت الاول. نحن قلنا في البداية، قلنا للطاغوت لا، والان نبي نقول لي اللي متربطين بليبيا ما ومش مخلينا تتقدم، ونقولهم عليكم بالرحيل، ارحلوا خلاص، انتهى موضوعكم. نحسبوكم تبوا تجيبونا التعليم، تبوا تجيبونا الصحة، تبوا تجيبونا كل شيء، الخيرات كلها من بنغازي، من الجبل الأشم، من الزوارة، من الزاوية، من كل مناطق ليبيا. عليكم اليوم الخروج، لازم تطلعوا لهالحسالة تنحاها، لازم تنحوها مهما الناس هدية، لابد لازم يصير تصحيح. غدوة تحرير ليبيا، غدوة تحرير ليبيا، لازم تتحرر ليبيا حقيقة، لازم تتحرر من الطغاة. أما اطلعوا لهم من اليوم، ما عادش يحكموا فينا، ما عندهم الشرعية معنا، نحو الفساد، نحو الحقراء، هذا ما ينحوهم. ليبيا تناديكم، الله أكبر عليكم، طالعين ميدان الزاوية، ندعيكم من العنقاء، ندعيكم من نم الشهداء، ندعيكم من نم الأبطال، ندعيكم للوقوف مع أخوتكم في الزاوية لتصحيح مسير الثورة. يا شعب بلادي، اطلع للميدان، راهم يتربصوا بيك، راهم بيخونوك، راهم بيدفنوك ذا المرة الأولى. احنا ما عادش نقبل الكلام الأول، خلاص احنا تحررنا من طاغية، لازم نكونوا أحرار. شبابنا وين؟ يا شباب هذه ثورتكم، يا شباب هذه الثورة ليكم، احموا ثورتكم يا شباب، بيخفوكم زي ما كانوا غافيننا، بيلعبوا بيكم زي ما كانوا لاعبين بينا. أرجوكم يا شباب، يلي قلت الله أكبر، أطلعوا لبلادكم، بلادكم تستغيث، بلادكم دمعتها سائلة، كفوا الدمعة متاعها بسرعة. يلي قدمتوا الشهداء، يلي قدمتوا الجرحى، يلي قدمتوا الأسرى، يلي قدمتوا المناظرين، تعركوا خلاص، حان الوقت، حانت اللحظة، حانت ساعة الصفر، حان الوقت اللي بنطلعوا فيه الأنزال، حان الوقت اللي بنطلعوا فيه أنزال اللي قاعدين يتربصوا بي ليبيا. يا أبناء العنقاء، أطلعوا من اليوم، ليبيا تناديكم، لا للإخوان، لا لتنظيم القاعدة. جماعة المؤتمر، بنبلغوكم، ليبيا جايتكم، ليبيا بالكامل، راهو ليبيا جاية نايضة، ليبيا على فكرة تباه، ليبيا معاش متحملة، خلاص معاش نقدروا نتحملوا أكثر منك، رانا مناش معترفين بيكم، ولا بالنقاش اللي تديروا فيه، وحنطلعوا ناس من الميدان ويمسكوا كل شيء، ونديروا رئيس في نفس اليوم، راهو نقدروا الكلام هوا. هنقول لكم جماعة المؤتمر أطلعوا، وجماعة الإخوان تحشموا على وجوهكم واطلعوا، جماعة القاعدة عيب عليكم واطلعوا. هذا نقوله لكم هيك الكلام الصحيح، ما تخلوا ناس احنا وياكم في مازق. يا شباب، بنغازي مجروحة، بنغازي كل يوم الاغتيال فيها، بنغازي كل يوم التدمير فيها، بنغازي كل يوم التشنيق فيها. عليكم انكم تقفوا وقفة شادة مع بنغازي. انتم قلتوا بالروح بالدم نفديك يا بنغازي، وما زال بالروح بالدم
نفتوها بنغازي الى يوم حكم الحاكمي. رانا مناش موليين التالي المره هي سايرناكم زي 3 سنوات خلاص ما عادش موليين. من اليوم اخواننا برو جيبولنا الخيم ورمونا الخيم في داخل الميدان باش نبو نصبو الخيم متاعنا ونبو نوتر روحنا ونبو نجهز روحنا. اخواننا اللي في السرايا سوار خليكم جاهزين لاي لحظه انت ما بقول لكم بنطلعوا كده المجلس ولا بنطلعوا المؤتمر ولا بنطلعوا المكان خليكم بالحمايه متاعنا على طول اي مكان نقول لكم حنين اطلعوا له نوصيكم خلوا سرايكم السرايا متاعكم جاهز رانا نايزين راهي الزاويه متحركه وانتم تعرفوا الزاويه لما تتحرك معناها لازم فيه شيء معين فيه خلل الخلل هذا قوي خلل هواه اللي بادين فيه قوي هذا راهو خلل بيضيع البلاد للهاوية الزاوية ناضت قالت لا وقالت لا للإخوان وقالت لا لتنظيم القاعدة وقالت لا لكلهم الزاوية راهي نايضة الآن الزاوية وقفة جادة جديات الزاوية نايضة اخواننا في بنغازي يوصلكم الكلام انهضوا يا اخواننا في بنغازي وفي درنة وفي المرج وفي طبرق وفي مرزم وفي كل مكان وفي جبل نافوسة وفي زوارة وفي كل مكان حتى في العجلات حتى في ورجفان لازم في كل مكان اطلعوا خلاص انتهى الموضوع موضوع المؤتمر منتي موضوع اهما اللي يكذبوا علينا واحد خطفني وواحد رفعني وانا ما درتش وانا درت وانا مشيت وانا جيت هذا كلام عاش نقبلوه ومعاش من اليوم معاش عندهم شرعية معانا من اللحظة هي ما عندهم الشرعية يعني اي مخلوق فيهم معاش عنده شرعية تمت ما تقعدوش خلاص معاش فيه وقوف اطلعوا لكل شيء المؤتمر اليوم ممحوه حولوه ما نبوش كلكم اطلعوا اليوم اطلعوا للميدان بسرعة لازم تفهموا المؤتمر باش يسلم تسليم رسمي هو والمجالس المحلية اللي مدار شيء لليبيا خلاص كل واحد مدار شيء لليبيا معليش انت راجل ما تقدرش وما تسقماش معليش يتحرك اطلع برا من ليبيا من دامك ما تسقمش الصون الشعب الليبي وما تسقمش تخدمه وما تقدرش معليش من الاول اكرم وجهك واطلع بروحك لان احنا جايينك احنا جينا للقدافي مش لبال انت بيجوكم كلكم راه ما تسووا شيء عندنا ما تسووش ولا حاجه ومن اليوم تحدي وبنتحدوكم وطالعيكم وغصبا عنكم وتبوا ولا ما تبوش يا اما بتطلعوا بالسلم باهي يا بتطلعوا بالقوه باهي والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.